صاحب. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخنا؟ الحمد لله. يا رب تكون بخير. الحمد لله الحمد لله. تقلب في نعم الله. عندي سؤال، كيف الله يغفر الكبائر؟ أمرها موكول إلى الله، لكن إن عملت أعمالا صالحة فربي يقول وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. قل فمن تاب من بعد ذلك وأصلح فإن الله يتوب عليه. السلام عليكم.